لا من افضل التمارين اللي دقتك مره زينه والحصان مره جاهز. دقتك لازم تكون مره زينه في الطريقه هذه والحصان مره جاهز في الطريقه هذه، وتعرف انك ماشي بالطريقه الصح او انك لا اقدر اطرق ركوب الصحيحه الاخرى. في اللحظه اللي انت مرجع الحصان ورا بقود او ركوب خاف من شيء ورا. طبعا كحصان موزون جاهز للشيء، لو سويته مع حصان جديد موضوع اخر تخليه يواجه الشيء. اتكلم عن حصان جاهز انه يسوي الشيء اللي بقوله الحين هذا. اذا كنت تكون دقتك جيده والحصان موجود وانت قاعد تلقى ريوس في الركوب او في البود مبالغ فيه، ريوس مبالغ فيه، صادف انه في اللحظه اللي قاعد يرجع ورا خاف من شيء وراه، خوف زاد عن اللزوم. اذا انت سلك بالفعل دقتك مضبوطه بالطريقه يستمر يرجع ورا او يفحج شوي يرجع، يفحج شوي يرجع ما يقاوم. اذا انت تركب طريقه ركوب اخرى حتى لو كانت دقتك جيده، الحصان حرفيا بينتقل من دق ريوس الى انه ينط عليك نط قدام، يندفع عليك قدام، يستغل الفراغ عليك انه خاف من شيء وراه. كذلك المشي على جنب، لما تكون تمشي على جنب باتجاه شيء وصدفه وانت قاعد تمشي على جنب خاف من الشيء اللي تمشي على جنب عليه، فرضا الحصان مودي رقبته يمين وقاعد امشي يسار. يعني مخليه يمشي يسار وهو ملتفت يمين. لو في اللحظه هذه خاف من شيء يسار، انا مخليه يلتفت يمين يمشي يسار وخاف من شيء يسار، اذا انت تزلق بيفحج او يستمر ماشي على جنب لنصدم الشيء. اذا انت ركبت ركوب اخرى مباشره الحصان بيسوي العكس يروح. تلتفت للشيء وينط عكسه وينطلق فيك او يندفع فيك. اذا عندما تدق الحصان ريوس باتجاه مكان معين او تمشي على جنب باتجاه مكان معين والمكان اللي انت ممشي له خاف منه، اذا انت تركب طريقه ركوب اخرى سينجح في فعل عكس ما اردته انت تماما. اذا كنت تركب الطريقه هذه بيستمر في فعل ما تريده يرضيك زياده او على الاقل يفحج يرضي يفحج يرضي يفحج يرضي لين يطمئن يروح الخوف. اذا كان الحصان مركوب خطا اصلا مو ماشي معك على جنب واصلا مو ماشي معك ورا،